البطوله طبعا هي بطوله الدور بطوله افريقيا للانديه ابطال الدوري، ودي دور ال 16. يمكن الاتحاد الافريقي او الفيبا تحديدا عمل نظام جديد خلال البطوله الحاليه، هي عملها على اربع مجاميع، والنادي الاهلي بيقع في المجموعه الثالثه وبيسموها الويندو بمعنى اصح، والنادي الاهلي شرف بتنظيم الويندو الخاصه بمجموعه النادي الاهلي هنا المجموعه الثالثه. نظام البطوله الاول والثاني من كل مجموعه بيتم تصعيده ويلعب دور الثمانيه، الاول بيلعب الاول كل مجموعه بيلعب ثاني المجموعه اللي جنبه والعكس في دور الثمانيه، فذهاب واياب في بلد كل فريق، ثم بعد كده الادوار النهائيه اللي قبل النهائي والنهائي هتقام في بلد على حسب طبعا الاختيار الفيبا للي هيشارك وهينظم في النهائيات. اما بالنسبه للتنظيم، التنظيم طبعا احنا عندنا العلم من بدري ان احنا هننظم دور ال 16 هنا. التنظيم كان على مستوى كبير جيد جدا زي ما انتم شايفين، يمكن الصاله معده اعداد جيد سواء من ناحيه الاعلانيه او الاعلاميه او حتى التنظيميه، وكان نفسنا طبعا يكون في حضور جماهيري النهارده. يمكن دلوقتي حالا في المباراه اللي ما بين موزمبيق وما بين رواندا في مباراه كره قدم للنادي الاهلي، فبالتالي الناس كلها الجماهير متجهه ناحيه كره القدم. نتمنى طبعا النادي الاهلي يعمل مباراه النهارده جيده ويكسب فرقه انجولا، يمكن هي الاقوى على المستوى الافريقي مع النادي الاهلي، فان شاء الله يبقى مباراه جيده على المستوى التنظيمي وكمان المستوى الفني والنتائج بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا تم تشكيل لجان مختلفه، انتقالات، اعاشه، استقبال، انتقالات، الفي اي بي ووجودهم من ساعه ما ينزلوا من المطار لغايه ما يوصلوا الفندق لغايه ما يجوا هنا. طبعا عملنا لجان مختلفه، لجان ماليه، لجان تسويقيه، اداره البطوله. يمكن كابتن رؤوف عبد القادر ليه باع كبير جدا في التنظيم وهو مدير البطوله. البطوله دي كمان تم استحداث شيء مختلف شويه، بطولة كرة السلة، واحنا قلنا اقترحنا مع كابتن الخطيب وكابتن رؤوف عبد القادر مدير البطولة ان يكون في ممثل لأسرة كرة السلة، وكان لزاما ان احنا نجيب نجم ادى للنادي الاهلي ومنتخب مصر يكون مسؤول معانا في البطولة، الا هو كابتن سلعوة، هو رئيس اللجنة الفنية للدور 16، ويمكن ليه خبرات كبيرة جدا في كرة السلة وكمان خبرات تنظيمية وفايدنا الحقيقة بشكل كبير جدا. فاللجان تم تشكيلها من بدري، تم التنظيم ليها، والحمد لله الظهور إلى حد كبير لغاية دلوقتي على مستوى الملعب والتنظيم جيد جدا، الفرق كلها ما فيش حد بيشتكي ولا من إقامة ولا إعاشة ولا انتقالات ولا حتى أكل وشرب، وإحنا يمكن كنا رياضيين فبالنسبة لنا النوم على سرير كبير الأكل ده مهم جدا. كمان بالنسبة لكرة السلة جبنا له اتوبيسات كبيرة عشان الأحجام كبيرة جدا عشان تكونوا مستريحين إلى حد كبير. هو بالفعل النادي الأهلي تم إسناد ليه بطولة قبل كده في عصر المجلس السابق 2016، وزميلي مهند مجدي هو اللي كان بينظم البطولة دي، والحقيقة كان تنظيم جيد جدا وكان هو رئيس اللجنة العليا والنادي الأهلي كسب، فده كان حاجة جيدة جدا. واخدين وعد من الفيبا اللي احنا في حالة التنظيم الجيد وإن شاء الله تأهل فريقنا للادوار النهائيه، ان شاء الله النادي الاهلي هينظم النهائيات، وده عهد النادي الاهلي دايما لما بينظم بطوله بينظمها مش بس بيمثل فيها نفسه ولكن بيمثل فيها دوله جمهوريه مصر العربيه.